العروسة بتاعتي حبيبة قلبي. I want to know لها كلنا ألف مبروك. دي حاجة. تاني حاجة أنا عندها دلوقتي في العيادة عشان as usual هي اللي بتخليني حلوة. وبعدين فجأة المفروض إن احنا نجيب لها هدية, فجأة لقيت هي اللي جايبة لحنا الهدية وهي العروسة. جايب إيه عشان بقى النهاردة؟ حاجة رمضان كده. أيوة عشان تصلي بيهم. شايفين الصحوة يا جماعة؟ عروسة قمر دي, أنا مش عروسة قمر. شوية حاجات كده وشمعة وقرآن و بس الحلاوة وصنبق. ايه ده بقى؟ ده ايه يا حبيبتي؟ صنبق. لا دي شمعة لازم لازم شم ريحة خطيرة خطيرة. بصوا يا جماعة حاجات رمضان, لأن هي طبعا مش قادرة تنسى خالص من هناك, فجاي في صنبق. I love you. I love you my God. I love you.